أمير قطر هو أول زعيم يزور أنقرة بعد أزمتها المالية والسياسية مع الولايات المتحدة، وهي التي أدت إلى هبوط قياسي في الليرة التركية. فالتقى أردوغان وبحث معه سبل تطوير التعاون الاستراتيجي القائم بين البلدين، وأبلغه نية قطر استثمار 15 مليار دولار مباشرة في الاقتصاد التركي وزيادة حجم التعامل التجاري مع تركيا كي يتعافى اقتصادها. أمير قطر يزور تركيا ويبحث مع رئيسنا العلاقات الثنائية لبلدينا والتطورات في المنطقة، ونحن نقدر كثيرا هذه الزيارة، وهي إشارة إلى أن قطر تقف إلى جانب تركيا وتدعمها. جاءت زيارة أمير قطر في وقت تبحث فيه تركيا عن دعم إقليمي ودولي بدأ يظهر من خلال زيارات لأنقرة على مختلف المستويات وتصريحات من عدة دول كبرى أعلنت تضامنها مع تركيا في مواجهة الحرب الاقتصادية الأمريكية عليها. ويرى محللون أن دول العالم ينبغي أن تدعم تركيا وتقف إلى جانبها كي لا تتعرض هي الأخرى للموقف نفسه مستقبلا. قطر لها علاقة خاصة ووثيقة جدا بتركيا، والشعب التركي ينتظر منها الكثير وخصوصا الدعم الاقتصادي، وعلى باقي الدول أن تفعل مثل قطر، لأن الغطرسة الأمريكية ستنالها أيضا مستقبلا. تعول تركيا كثيرا على تضامن ودعم دول إقليمية مثل قطر ودولية مثل روسيا وبلدان الاتحاد الأوروبي كي لا تظهر تركيا وكأنها الدولة الوحيدة التي تقف في وجه القرارات الأمريكية. ويذكر أن الرئيس التركي أردوغان كان أول زعيم يزور قطر ويقف بقوة سياسيا واقتصاديا وحتى عسكريا إلى جانبها عندما تعرضت للحصار والتهديد من السعودية والإمارات والبحرين بدعم مصري. وتشهد علاقات البلدين تطورا متزايدا في كافة المجالات بالتوازي مع توجهات القيادتين. عمر خشرم، الجزيرة، أنقرة.